فجر بيأذن. ما تشرب الكرورة بالمرة. انا كده استفدت ايه بقى؟ مهما كبرت بتفضل مفكر انك كده بتخزن مية. يا خسارة الفلوس اللي اتصرفت على تعليمك. يا بابا انا يا دوب بنزل اصلي الفجر بطلع عطشان وجعان. انت لازم تحس بالمشقة والتعب. ليه يا رب ما خلقتناش في الارجنتين؟ كان زماننا بنصوم 8 ساعات بس، يا دوب ننام نصحى نفطر عادي. التذكرة للبلد دي بكام؟ انت تعرف التذكرة بكام ليه؟ خليك في مشقتك. ايه اللي جابك بدري يا قلبي؟ خانقت مع صاحب الشغل النهارده وهخش انام، وارجو انكم تسيبوني نام لحد المغرب، ومحدش ظريف يجي يصحيني يقول لي يوم عشان يتحسب لك سيارة. احنا مش في ماتش كوره، بلا تحسب لي بلا تحسب لكم. ربنا اللي بيقبل الاعمال. شكرا لتفاهمكم يا رب يكون الكل سمع عشان ما افطرش على حد النهارده. تفكر نفسك حاجه يالا، واللي نص ساعه واصحيك لازم تحس بمشقه الصيام. الجو حر كده ليه؟ مين اللي طفى المروحه؟ انا في حاجة بتدفي عليه. لازم تحس بالناس اللي بتموت من الحر والمشقة برضه. هذه النيلة ليه؟ كنت ناسي. ايه ده؟ مش فاكر اني ورقة دي، بس هتلاقيها مكتوب عليها حس بالمشقة. لا والله صدق صح. طب بما انك هتصرف وتكلف، كنت هات شوية اذكار علقهم في البيت. ايه ده؟ وين تفتح ده؟ بص يا ابني، مشاكل كتير ثواب كتير، وتبقى قاعد في امان الله وبتحتضر من الجوع والعطش، وفجأة من حيث لا تدري عيل سائل. يا ابني اللهم اني صائم. اللهم قوي ايمانك. ما انت ابوك ما رباكش. انا مش شغيل في الحمام، انا هبات في الحمام. لو راجل خش في العيد. هتشرب ميه كتير قوي. امال ايه يالا؟ ايه يا بابا؟ هتفضل تستحمى كده كتير؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا تسرف وان كنت على نار جارد. اه انت عشان صايم بقى تقعد تقول احاديث ومواعظ صح؟ لما اسرافك ده اللي بيجيب فاتوره الميه غالي. انا هشرح ومش مضطر ان اشرح. لما تستحمى خلايا الجسم بتمتص الميه، فانا بستحمى كتير عشان ادي لنفسي اي اعانات خارجيه فتصبيره يعني. الله صرفي ان انا اعلمك ما راحش على الارض، والمعلومه دي حقيقه فعلا. الإنسان ضعيف، دلع الخلايا تدلعك. بابا معاك 10 جنيه؟ لا. طب حلو، هاتها بقى عشان اجيب كنافة امي تعملها بكرة. معزومين بكرة عند امي. بعد بكرة. معزومين عند امي. بعد بكرة. معزومين عند جدك. بعد بكرة. معزومين عند جدتك. ايه بقى احنا مش لاقيين، كل يوم عند واحد ليه؟ لا ولسه في شوية عقائق على مائدات رحمن، ده انا هفسحك في رمضان ده، يعني يبقى زي الرحالة كده. انا عارف انت بتلف الدور على 10 جنيه، انا اجيب الكنافة ولو اكلت منها هعمل قعدة هنا والم العيلة. ما انت بقالك 18 سنة بتاكل وتشرب على قفايا. ليه وانت قفاك سفرة؟ يلا يا ابني. اللهم اني صايم. عيل سخيف. اللهم قوي ايمانك. اقعد اجيب المروحة. تعبت نفسك يا اسطى كل ده؟ لا ده مش ليه. ماشي استنى اجيب المروحة وبيه. وانت اخبار الصيام معاك ايه؟ تمام. يا نهار اسود، ده احنا هنموت. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا ابني، واحد فاطر عادي يعني. بس ابوها ماشي وزع مشقة في البيت، لو سمعك هيشقك اتنين. مين اللي فاطر ده؟ اهرب. اللي بيقول انه فاطر عادي ده واحد زبال على اليوتيوب، عمال يقول انا فاطر وبيتباهى قوي. ومين اللي كان بيرن الجرس؟ يا تامة بعطف عليهم يعني الحضام بقى. عشيخ اتنايل انت، لا تاكل. انت بتسرق امك. عايز فلوس انا هاخدها، ابعدي عني. بتبص لي كده ليه؟ وهتكون يالا بتشرب مخدرات. يا بابا انت الفلوس اللي بتداني ما تكفيش سيجاره في الشهر. كنت تعرف بس ان انا محافظ عليك من الفتن والحاجات دي. وميه مش لاقين برضه نشرب. يا حرام، انت بتصدق النصب ده؟ ايه النصب في كده يعني؟ يا بابا دول اللي قالوا لابليس نام وارتاح واحنا هنكمل كفايه. انت ده موسم عندهم، هتشوفها تساعدها ازاي دلوقتي. يلا الله يكون في عونك يا حبيبتي. معلش. معلش
ماجد، المشاكل كلها اتحلت سبحان الله. يا ابني استنى بس، هتلاقي في جزء تاني للاعلام بعد ما الولية اتعمل للبيت بتاعها ابجريد واتظبطت. يا عم لما شفناها نقطت الولية بخمسة جنيه طايرة في الجو وعشرة جنيه ما معلش. بتبصيلي كده ليه؟ يا عم مفيش، مش قادر، المغرب هيأذن امتى؟ استحمل يالا عشان تحس بمعاناة الفقرا. ما احنا اصلا فقرا، انت محسس ان احنا يعني طالبين اكل من دبي ولا بنفطر في جزر المالديف؟ طول ما انت ليك بيت قاعد فيه ولاقي تاكل وتشرب ومعاك اهلك تبقى انت كده مش فقير وفي نعمة. جسمي اشعر من ادائك الفيك، المغرب بيأذن. استنى يا بابا، استنى اما اقول اشهد ان لا اله الا الله. ها افطر؟ لا الاطمه، نستنى اما يخلص اذان. نفطر بقى ولا مكملين للعشاء؟ المشقه يا ابني. طب ايه رايك ننزل كلنا كده انا وانت وامي نجري 6 7 كيلو عشان نحس بمشقه اكتر وثواب يجي كتير؟ فكره ممتازه يا ابني. اللهم اني صائم. اللهم قو ايمانكم. امال امك فين صح؟ يا ولية المغرب أزم، فين الفطار؟ ايه هو الواحد ما يعرفش يتفرج على مسلسلات رمضان براحته؟ امك ما عملتش فطار، طلقها. اخر كلام؟ ده انسب وقت. لا لو طلقتها نقعد نتخانق والواحد مفرهد ما فطرش، مش طالبه دلوقتي. بص تعالى ننزل اي مائده الرحمن كده ولما نطلع نشوف الموضوع ده. طب امي مش هناخدها معانا؟ لا بخلي مدينه الانتاج السينمائي تجيب لها اكل. مش قادر يا بابا. استحمل يالا عشان تحس بمعاناة الحمل. مش هنخلص بقى من ام الفتي ده، شوية فقرة وشوية حمل. هو اي عبط وخلاص يا بابا. ولازمتها ايه بابا بقى لما اقضي مسرحك في الشوارع تبيع تمر وسوبي؟ اصحى يا ابني عشان تروح الشغل. شغل ايه ده؟ مش كان في سحور تقريبا قبل الجملة بتاعت كل يوم دي؟ انا فكرناك اتسحرت مع اصحابك فسيبناك نايم. الله الله، انا طالع البيت الساعة 10، اتسحر قبلها بخمس ساعات ليه؟ خلاص يا ابني ما حصلش حاجة، مشقة كتير ثواب كتير معروفة. احنا لما بنقول للناس تعمل اشتراك بيعملوا زي ده، ليه ما بنقولش في اخر الفيديوهات؟ نقول؟ نقول!